نروح للسؤال اللي بعده. اللاعب إبراهيم سعيد كان عنده حق لما وصف رأسك بأنه رأس حريمي، أسود ولا أبيض؟ أسود طبعا. أسود؟ اه طبعا. ليه؟ ما هو الرأس البلدي مش بتاع الرجالة أساسا. ومين اللي بيقول ده؟ بس الرأس البلدي إبراهيم سعيد اللي بيقول. بس هقول لك حاجة، ما أنا أقول لك مين إبراهيم سعيد؟ كابتن الأهلي وكابتن الزمالك ولاعب مهم. كابتن حضرتك كابتن ال... لا 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 بص، عيب تقول عليك. انا بقول لك كده كلام على مسؤوليتك انت، على مسؤوليتي عيب تقول كده. انا بقول لك ارفع عليك قضيه على فكره. ارفع يا حضرتك، انا بشوفه كل يوم. ما انا بشغل فين؟ بشتغل في كازينوهات هو بيبقى فيها. مش ده اللي شبهنا حضرتك، مين دوت؟ بس هو طب خلينا بقى نقول حاجه، كل يوم بيشوفك في البارات وقال عليك كده، يعني بيشوفك بترقص اكيد بالليل في البارات. مش ده اللي قايمنا حضرتك ازاي؟ ده لاعب مهم يعني. لاعب مين؟ لاعب قول ابيض. نشوف السؤال اللي بعده. يلا يا سعد.